يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي 4 أبناء ذكور وبنت واحدة، أكبرهم يبلغ من العمر 17 عاما، فهل إذا أعطيته مبلغا من المال تشجيعا له على الطاعة يلزمني أن أعطي بقية إخوانه مثل ذلك المبلغ؟ لا، ما يجوز لك هذا، ما يجوز تخصه بالعطية، تعطي إخوانه مثله، الذكور مثله والإناث على النصف، تعدل بينهم، هذا في العطية. وأما النفقة فأنت تنفق على كل واحد قدر حاجته، الصغير له نفقة والكبير له نفقة والمتوسط له نفقة، وهذا ما يلزم فيه المساواة، كل على قدر حاجته في النفقة. وأما العطية والتمليك فلا بد من التسوية والعدل بينهم. نعم.